بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في درس جديد at the flower shop، في محل الورد او محل الزهور. اول حاجة عندنا الورد تايم، listen and repeat. هنتعلم في الورد تايم الالوان. الالوان اول لون عندنا اللون ده، اللون ده اسمه red. red يعني احمر، ريد. اللون اللي بعد كده يلو، يلو يعني اصفر، يلو. بعد كده بلو، بلو يعني ازرق، بلو. بعد كده جرين، جرين يعني اخضر، اللون اللي احنا شايفينه ده جرين. اورنج، اورنج يعني برتقالي، اورنج برتقالي. براون، براون يعني بني، اللون البني براون. وعندنا برضو وايت، وايت يعني لون الابيض. وبرضو بلاك، بلاك يعني اسود، بلاك. دي الالوان اللي عندنا في الدرس بتاعنا. نيجي بقى للبراكتس تايم، listen and repeat. هنقول that's white، that's white، هذه بيضاء. يعني لو حاجة مفردة عاوزين نشاور عليها بنقول that، بس that هنا لو كانت حاجة بعيدة عننا شوية فنقول that's white، يعني تلك بيضاء، هذه بيضاء. الورد دي لونها ابيض. او هنقول that's a white flower، that's a white flower، هذه وردة بيضاء. يعني نقول هذه بيضاء او هذه وردة بيضاء. تاني نقول الجملتين تاني. الجملة الاولانية that's white، اللي بعديها that's a white flower. الجملة اللي بعد كده these are yellow، these are yellow، يعني عاوزين نشاور على الورد ده نقول ده اصفر، هذا الورد اصفر. هنقول this، this هنا دي يعني لو حاجة عاوزين نشاور على حاجة جمع هؤلاء فنقول these are yellow. او هنقول these are yellow flowers، these are yellow flowers، دول ورد اصفر. يبقى الجملتين تاني these are yellow، these are yellow flowers. بعد كده الصورة اللي بعد كده those are orange، those are orange، يعني دول برتقاني، لونهم برتقاني. او هنقول those are orange flowers، تاني those are orange flowers، دول ورد برتقاني. وكلمة those دي يعني لما بنحب نشاور على حاجة جمع ولكن بعيدة، هؤلاء يعني للبعيد اولئك. الصورة اللي بعد كده عاوزين نقول هنقول this is red، this is red، هذه حمراء. this يعني هذه ولكن لو حاجة قريبة، this، this is red، هذه حمراء. او هنقول this is a red flower، this is a red flower، هذه وردة حمراء. نشوف صورة تانية، هنقول these are blue، these are blue، هؤلاء زرق، يعني دول لونهم ازرق. او هنقول these are blue butterflies، هؤلاء يكونوا فراشات زرقاء. these are blue او these are blue butterflies. الجملة اللي بعد كده those are green، those are green، هؤلاء يكونوا خضر، يعني الشجر ده لونه أخضر. وthose ده اسم إشارة لحاجة جمع وبعيدة، those are green أو those are green trees، those are green trees، هذا شجر أخضر. يلا بقى نيجي للفونكس تايم، listen and repeat.
هناخد في الفونكس تايم بتاع الدرس بتاعنا اللونج اي. حرف الاي اما يجي طويل لونج، زي موجود في كلمات ايه، زي كلمة بايك، بايك يعني دراجة او عجلة. تاني بايك، بايك موجود برضو في كلمة فايف، فايف يعني رقم خمسة، فايف موجود في كلمة كايت، كايت يعني طيارة ورق، كايت. وموجود برضو في كلمة لايت، لايت يعني ضوء، لايت. وبرضو في كلمة نايت، نايت يعني الليل. وبرضو في كلمة تايت، تايت يعني ضيق، لبس ضيق مثلا تايت. تمرين بقى في الوورد تايم ريد اند ماتش، وصلوا يلا مين هيوصل معايا كل لون بالاسم بتاعه، كل لون بالاسم بتاعه، يلو جرين براون بلو بلاك. الاجابة هتكون اول حاجة يلو، اليلو اهو اصفر، جرين، جرين اخضر. طيب البراون فين البراون؟ براون اهو بني، بلو، بلو او بلو ازرق، بلاك، بلاك اسود اهو هناك اهو. كده الدرس بتاعنا خلص، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.